النهارده بقى عايزه اقول لكم ان مصر كلها كلها كل قلوب المصريين مع فريق النادي الاهلي بطل افريقيا في مواجهته لبطل اوروبا بايرن ميونخ الالماني في مباراه مصيريه في نصف النهائي لكاس العالم للانديه. عشان كده النهارده هنتكلم بقى، مش هنتكلم خالص انت اهلاوي ولا زملكاوي، اسماعيلاوي ولا مصراوي، احنا النهارده كلنا مع النادي الاهلي اللي بيمثل مصر في بطولة دولية مهمة جدا وفي مواجهة مع فريق من أقوى الفرق العالمية، اللي أكد طبعا رئيسه على احترامه الكبير بالمناسبة للنادي الأهلي وعلى تاريخه العريق. المباراة النهاردة مباراة زي ما بقول لكم مش سهلة بالمرة، إن شاء الله بإذن الله يا رب يكون التوفيق حليف النادي الأهلي. طبعا طبيعة المباراة المنتظرة اللي هيلعبها النادي الأهلي والبايرن النهاردة، واللي بينضم إلينا طبعا عبر سكايب الناقد الرياضي الأستاذ محمد يحيى. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير، صباح الخير عليك يا أستاذ أسماء، وصباح الخير على كل المشاهدين المستمعين. أهلا بيك. المباراة النهاردة صعبة، يمكن خلينا نقول انه حتى اللي بيشجع كوره يعني وما عندوش انتماء مثلا لنادي محدد وعايز يشجع الفريق، النهارده المباراه بيقولوا انها مباراه صعبه جدا وهي مصيريه في هذا التوقيت بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا مباراه صعبه جدا، انت بتلعبي مع بطل اوروبا بايرن ميونخ، من الفرق القويه جدا، بتتمتع بسرعات، بتتمتع بمهارات كبيره جدا، لعيبه على اعلى مستوى، يمكن هو كمان اللعيبه الاغلى على المستوى المالي. فطبعا دي فرقه كبيره، فما نقدرش نقول ان المباراه سهله جدا بالنسبه للنادي الاهلي. مباراه تمثل مباراه مصيريه، خاصه ان هي تقدر توصلك للدور النهائي اللي الاهلي ما وصلوش قبل كده. ولكن في نفس الوقت احنا بنشوف ان ممكن يعني المباراه بتبص لها بنظره ثانيه، بتبص ان هي مباراة كرة القدم. حتى يمكن بيتسو ميسماني المدير الفني للنادي الأهلي امبارح كان قال إن كرة القدم فيها الكثير من الأخطاء، ومن الممكن إن يبقى الأخطاء دي تحصل لفريق بايرن ميونخ بكرة ويقدر هو يكسب أو يعمل نتيجة كويسة. طبعا فده كل حاجة تبقى دايما خارج التوقعات في كرة القدم. لكن طب خليني أسألك على فرص الفوز بالنسبة للنادي الأهلي، يعني من رؤيتك أو من وجهة نظرك. انا شايف ان فرص الفوز صعبه جدا، مش سهله. الموضوع طبعا هيبقى صعب جدا على النادي الاهلي، لان الفرقه تعتبر من الفرق الاقويه جدا في مش في اوروبا بس، لا تعتبر من اقوى فرق العالم. في بايرن ميونخ تمتع بالقوه الجسمانيه كبيره جدا، تمتع بسرعات عاليه، تمتع بمهارات فنيه اكثر من رائعه، اسماء كبيره جدا اعلى بكتير من اسماء فرقه النادي الاهلي طبعا. لكن في نفس الوقت كرة القدم دايما ما بتعرفش بالاسماء والارقام، بتعرف بالنتائج وتعرف توقعات، بيبقى الموضوع بالنسبه لهم مش سهل بالمره يعني. لكن احنا بنشوف انه الحقيقه النادي الاهلي في معسكر مغلق تماما، في تركيز في التدريب على اعلى مستوى، الحقيقه ما فيش اي نوع من انواع التشتيت، وبالتالي يمكن احنا ان شاء الله باذن الله متعشمين ان النادي الاهلي يكون لديه القدره حتى يعني لو كان التعادل بحليفه في هذه المباراه، هل ده هيفرق مع يعني مع النادي الاهلي في النقاط القادمه؟ لا، هو المباراه النهارده ما فيهاش تعادل، المباراه بتبقى شوطين عاديين، لما لو تعادلوا الفرقتين بيلجأوا لشوطين اضافيين ثم يلجأوا لضربات الجزاء عشان خاطر لازم يبقى في حد فايز في المباراه. عشان كده بنقول ان فكره التعادل هتبقى صعبه. طبعا كل المصريين وراء النادي الاهلي النهارده، ممكن اكتر من حد اتكلم فيه ان هو بيشجع حتى لو هو اهلاوي او هو زملكاوي. ممكن امبارح كان استاذ عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك قال لك طبعا هنبقى بنشجع الاهلي في مباراه زي كده، وحتى اداره النادي الاهلي كان الكلام على في مكافآت استثنائيه، لكن هي دي طبقا لمكافآت اللائحه المفروض، وعملوا مكافآت حوالي 300,000 جنيه لكل لاعب في حاله تحقيق الفوز، ودي اللي كانت طبقا في اللائحه. زي ما في مباراه الدور الاول امام الدحيل القطري صرفوا بالفعل مكافآت فوز للعيبه حوالي 100,000 جنيه لكل لاعب. يمكن المباراه النهارده اصعب شويه فالمبلغ المالي بقى اكبر، وانا شايف ان ده يعني نوع من انواع التحفيز او نوع من انواع الحافز في لائحه النادي الاهلي، دي حاجه كويسه. المباراة قوية، مباراة يعني بتشكل شكل كبير جدا
للنادي الاهلي في كره القدم وعلى كره القدم، بحيث ان احنا بتلعب مع بايرن ميونخ فرقه من الفرق الكبيره. يمكن كان في زي لقطات ترفيهيه كده امبارح بالنسبه للاعيبه الاهلي، واربعه من لعيبه الاهلي امبارح واربعه من لعيبه بايرن ميونخ اتحاولوا شويه عن طريق السوشيال ميديا وبرامج الزوم، عشان خاطر يقدروا ان هم يبقى في حاجه ترفيهيه على السوشيال ميديا للنادي بالنسبه لصفحات الفرقتين على السوشيال ميديا. وبدا ان كل لاعب من الفرقه الثانيه يقدر يعمل بيحاور اللاعب الثاني، ويمكن لعيبه النادي الاهلي طلبت ان هي لعيبه بايرن ميونخ ان هي بتقول بعض الكلمات او الجمهور بعض كلمات الجمهور بالعربي. بالعربي، اي فطبعا عشان خاطر دوت تبقى نوع من انواع الترفيه. وكان في حاجه دي يعني بيعتبر نوع طب من خليني اسالك على حاجه تانية، انه ده هيكون اللقاء الثالث ما بين النادي الاهلي في تاريخ يعني الفريقين وبايرن ميونخ. هم اتقابلوا اول مره سنه 1977 فاز فيها النادي الاهلي بالظبط 2-1 على 2-1 على المباراة بايرن الشهيرة. ميونخ، وبعد كده 2012 كان بايرن ميونخ هو اللي فاز على النادي الاهلي، والحقيقه في كل مره كانت 2-1 لكلا الفريقين. هل هتكون الثالثه بقى زي ما بنقول الثالثه ثابته، او اللقاء الحاسم ويعملها النادي الاهلي ويفوز، بما ان هم كل مره بيبدلوا الفوز الادوار يعني؟ طبعا دي كانت في الفترات الاولى كانت سنه 1970، ده اجيال ودي اجيال، وحتى في 2012 كان دي اجيال ودي اجيال. ما نقدرش ان احنا نقول ان احنا النتائج ممكن تبقى متساويه. الجيل الحالي بتاع بايرن ميونخ، خلينا نكون واقعيين شويه، هو الجيل الاقوى في كره القدم في العالم، بدليل ان هو فاز ببطوله اوروبا السنه اللي فاتت، فبالتالي صعب عشان كده ليه كاس عالم الانديه. وبطوله اوروبا هي البطوله الاقوى في عالم كره القدم في الفتره الحاليه. و يعني حتى زي ما قلنا اللعيبه نفسها ومستويات اللعيبه واسعارها اعلى بكتير من اسعار النادي الاهلي، فطبعا ديت بتمثل يعني حوالي كان حوالي 900 وشويه 900 احنا مليون دولار بنتكلم على تقريبا. القيمه التسويقيه بتاعت القيمة الفرقه، القيمه التسويقيه التسويقية بتاعت للفرقة. الفرقه.